استطاعت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن تحقق أعلى نسبة إنتاج للذهب في قطاع معالجة المخلفات، حيث بلغت النسبة 10 طن و404 كيلو و540 جرام في منتصف نوفمبر الحالي. هذه النسبة أعلى نسبة إنتاج منذ تأسيس الشركة، حيث كان الإنتاج في العام الماضي 9 طن و850 كيلو، وفي العام 2020 8 طن و484 كيلو، وفي العام 2019 كان 8 طن و936، وفي 2018 كان 8 طن و512، وفي 2017 كان 9 طن و259 كيلو، وفي 16 كان 8 طن و855 كيلو، وفي 15 كان 10 طن و6 كيلو. لو لاحظتوا 10 طن و440 كيلو هي أعلى نسبة، أقرب إليها كان 2015 اللي هي كانت 10 طن و6 كيلو. هذا الإنتاج يعتبر إنتاج خرافي، رقم كبير للغاية لم يتحقق منذ تأسيس الشركة ورغم قياسه. نحن نتوقع بنهاية هذا العام، أي بعد نكمل شهر نوفمبر ونمشي لشهر ديسمبر، نتوقع أن نصل ل 11 طن في قطاع المخلفات. طبعا لدينا أيضا قطاعات أخرى، قطاع الامتياز وقطاع التعدين الصغير وكذلك قطاع التعدين التقليدي، ولكن قطاع المخلفات هو أعلى قطاع أو أكبر قطاع الحكومة لديها فيها أعلى حجم للنسبة أو للعوائد الجليلة، حيث نسبتنا فيها حوالي 33%. وهذا يعني تم الجهد رغم التحديات التي واجهها هذا القطاع، من انخفاض للتركيز وإيقاف تم لأكثر من 18 شركة لمدة ما يقارب الشهر في منطقة أبو حمد، وكذلك لبعض التحديات التي واجهناها في بعض المناطق، ولكن رغم ذلك استطعنا أن نحقق هذه النسبة العالية ونهديها للشعب السوداني ولموظفي الشركة وكذلك زملائنا في القطاع الخاص، الشركات معالجة المخلفات في السودان. نحن سعداء بهذا الإنجاز، وهذا الإنجاز سوف يزيد من حصائل أو حصيلة أو العوائد التي تتحصلها وزارة المالية وكذلك بقية الشركاء من المجتمعات المحلية والحكومات المحلية وكذلك حكومة الولايات وكل اللي مخطط لهم يجدوا نصيب من هذا الإنتاج. شكرا جزيلا.